تعدد الدول بعضها في أوقات الأزمات بطرق مختلفة، بدءا من التحريض الإعلامي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها، انتهاء بشن الحروب والغزو العسكري. لكن أن تهدد دولة أخرى بغزو الفيلة فهذه جديدة على الأقل في هذا العصر. في تفاصيل القصة اليوم، هدد رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي بإرسال 20,000 فيل إلى ألمانيا، والسبب وراء التهديد هو رغبة ألمانيا بوقف استيراد الحيوانات المحنطة من بوتسوانا. مشاهدينا، الطريف في الأمر أن الرئيس البوتسواني ماسيسي أصر أن بلاده تود أن تقدم هديتها من الفيلة لألمانيا ولن تقبل الرفض لعرضها. من ضمن الأسباب كما ذكرنا رغبة ألمانيا بوقف استيراد الحيوانات المحنطة من بوتسوانا، وأيضا مكافحة الصيد الجائر خصوصا في الدول الأفريقية للحفاظ على البيئة. لكن الرئيس البوتسواني يعتقد أن الحفاظ على البيئة أدى لزيادة كبيرة في أعداد الفيلة، وأن الصيد وسيلة مهمة لإبقائها تحت السيطرة. جمهور مواقع التواصل تفاعل مع الخبر. حساب Schools in Niger يقول: هذا أمر جيد، لأن الدول الأوروبية تعتقد دائما أنها تمتلك الحق الحصري في إملاء الأمر على الأفارقة فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي لهم أن يديروا بها شؤونهم. أما حساب Simplicity فيقول: يبحث القادة الأفارقة دائما عن طرق للقيام بأشياء مضحكة، سيبيع الرئيس الأفيال ولن يرسلها إلى ألمانيا لمعاقبتهم. أما سيندي هيورت فتقول أيضا: يجب فتح ممرات الهجرة وإزالة الأسوار والحواجز الأخرى لتتمكن الأفيال من التحرك عبر الحدود بسهولة، وبالتالي تسهيل الحركة وتخفيف الزحام، وفي أي بلد؟ في بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا. مشاهدينا، تدوينة أخيرة من إسوديف يقول أيضا: نعم، أرسل الفيلة إلى أوروبا، لقد كانت موطنهم ذات يوم، وينبغي لنا أن نتقبل إعادتها إلى هناك. أنا واثق من قدرة الألمان على الاعتناء بهم أكثر بكثير من بوتسوانا. مشاهدينا، الرئيس البوتسواني قال: إن قرار ألمانيا بمنع استيراد منتجات بلادنا من الفيلة سيؤدي لإفقار شعبنا، وهذه ليست مزحة. يمكن للألمان أن يتعلموا كيفية التعايش مع الأفيال دون صيدها، فنحن ندفع ثمن الحفاظ على هذه الحيوانات من أجل العالم. يتعين على الألمان أن يتعايشوا مع الحيوانات بالطريقة التي يوصوننا بها. متحدث باسم وزارة البيئة في برلين أكد أن بلاده تجري محادثات مع الدول الأفريقية المتضررة من قواعد الاستيراد الألمانية بما في ذلك بوتسوانا. وأضاف المتحدث الألماني أن الصيد التذكاري للأفيال الأفريقية يتطلب استيرادا بموجب القواعد الحالية، وتركز المناقشات الأوروبية على توسيع قائمة الأنواع المحمية وفرض قيود أكثر صرامة على استيراد ما يعرف بالصيد التذكاري بسبب مخاوف الصيد الجائر. طبعا تعد بوتسوانا من الدول الأفريقية التي توجد فيها أعداد كبيرة من الفيلة. وأكد الرئيس البوتسواني للإعلام الألماني أن قطعان الأفيال تسببت بأضرار للممتلكات وتأكل المحاصيل الزراعية وتؤذي الناس. يذكر أن بوتسوانا حظرت الصيد التذكاري عام 2014، لكنها رفعت القيود في عام 2019، ويمثل المردود المالي من سياحة الفيلة ثاني أكبر مداخيل البلاد بعد الماس. ولبوتسوانا مشاهدينا أكثر أو قرابة 130,000 فيل، ودأبت على إهداء الفيلة لدول العالم لحل مشكلة أعدادها الكبيرة في البلاد، فقدمت قرابة 8,000 فيل إلى الكونغو و500 إلى موزمبيق، وهددت لندن سابقا بإرسال 10,000 فيل إلى أراضيها.